أذا وعقد سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية جلسة مباحثة رسمية مع معالي الدكتور فيفيان بالاكريشنان وزير خارجية جمهورية سنغافورة الذي يقوم بزيارة لمملكة البحرين. نعم، في بداية اللقاء رحب سعادة وزير الخارجية بالوزير الضيف مشيدا بعلاقات الصداقة المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية سنغافورة وما تشهده من تطور ونمو وحرص مشترك على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. أكد سعادة وزير الخارجية اهتمام مملكة البحرين بتنمية التعاون المشترك بين البلدين إلى آفاق أشمل بما يلبي التطلعات المشتركة ويحقق المصالح المتبادلة، وعلى وجه الخصوص في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وقطاعات الخدمات المتنوعة وفتح فرص التعاون المشترك أمام القطاع الخاص في البلدين. من جانبه أعرب معالي وزير خارجية جمهورية سنغافورة عن سعادته بزيارة مملكة البحرين مشيدا بما قوبل به من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، منوها بعلاقات الصداقة التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية سنغافورة والتي تمتد إلى عدة عقود من الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، مؤكدا أهمية جمهورية سنغافورة بتطوير علاقات التعاون الثنائي مع مملكة البحرين في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين الصديقين. وقد بحث الجانبان مسار علاقات الصداقة الوطيدة التي تربط بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتنموية ومواصلة تفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقات الموقعة بين البلدين والتنسيق المشترك في المحافل الدولية خدمة للمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي وانعكاساتها على الأمن والسلم الدولي، بالإضافة إلى الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.